قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات إن الوزارة تستعد للإعلان عن مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، وذلك في معرض البحرين الدولي للطيران، مشيرا إلى أن العمل جار على قدم وساق في إنشاء مبنى جديد للمطار يسع 14 مليون مسافر. الوزير أكد في تصريح أدلى به إلى مركز الأخبار أن المطار الجديد سيكون مجهزا بأحدث التقنيات، كما سيكون من المطارات الصديقة للمسافر في سهولة إجراءاتها ومعاملاتها. الكل يشوف أن جميع الدول اليوم تطور من مطاراتها. إحنا في البحرين كان من أهم مشروع عندنا أول ما استلمنا أن إحنا لازم نحقق هذا المشروع. الحمد لله اليوم أنا أقدر أتكلم عن المشروع، ما كنت أحب أتكلم عنه في الماضي لأن الكلام من غير فعل ما في فائدة. الحمد لله اليوم عندنا 3 مقاولين موجودين في أرض المطار يقومون بالأعمال التحضيرية، تقريبا واحد منهم بينهي عمله، وأيضا بدينا مرحلة تدعيم الأساسات لمبنى جديد للمسافرين بتكون طاقة الاستيعابية 14 مليون. فاليوم احنا للأسف المطار اللي عندنا 4 مليون، ولكن نتعامل مع 8 مليون، أكثر 8.5 مليون. فالمطار الجديد بيكون على أحدث التقنيات وأحدث أعلى المستويات والتكنولوجيا، بيكون أيضا بيحافظ على أنه يكون فرندلي سرعة الدخول والخروج من المطار، لكن على أيضا مستوى إن شاء الله يشرف البحرينيين. وإن شاء الله في خلال يناير، في خلال معرض البحرين الطيران في يناير 2016 راح نعلن عن شكل المطار ومن بين الموديل ونوقع معظم الاتفاقيات. فإحنا اليوم تقريبا انتهينا من جميع العقود وراح نعلن عنها إن شاء الله خلال شهر يناير القادم.